تلهم القرآن نورا إلى القلب يسير بالإنسان لمنهج الرب للصبر والإيمان للعلم والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن الإخلاص، والإخلاص يعني التنقية والصفاء، ومأخوذة هذه الكلمة من خلاصة. خلص تعني الانتقاء من الشوائب. يقول ابن منظور: يقال أخلص لله دينه أي أمحضه، يعني نقاه من الشوائب. ولذلك قيل عن سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، لأنها تنقية القلب من عبادة غير الله عز وجل، والإخلاص له في العبادة. إذن مدار الإخلاص على الصفاء والنقاء والتميز عن الشوائب التي تخالط الشيء. وإذا قلت لإنسان أو صديق هذا الشيء خالص لك، أي لا يشاركك فيه أحد، لك أنت وحدك. لذلك عرفه العلماء في الاصطلاح أنه أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا، ولا يريد بها منفعة دنيوية ولا مصلحة أخروية. ويقول أبو القاسم القشيري: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح لمخلوق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. قرآننا نور الهدى يشع في كل المدى، في روحنا وقلبنا معناه قد توردا. قرآننا نور الهدى يشع في كل المدى. أعزائي المشاهدين، وعرفه حذيفة المرعشي بتعريف بسيط جميل فقال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن، فإذا كنت وحدك كيف تعبد ربك، وإذا كنت مع الناس كيف تعبد ربك. هنا يظهر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنك ترجو من هذا العمل ثوابا من الله سبحانه وتعالى، منه وحده لا من غيره. وأهمية الإخلاص في العبادة أن يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. يقول الفضيل: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. لذلك لما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل: أي أصوبه وأخلصه، يكون خالصا لله سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا سمعة، وكذلك يكون صوابا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كثير من الآيات في القرآن تدعو إلى الإخلاص، منها قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وادعوه مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقد وردت كذلك في السنة أحاديث كثيرة تدعو إلى الإخلاص، منها الحديث المشهور الذي بوب له الفقهاء في أبواب الفقه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يعني يريد أن يثنى عليه الناس، صح يريد الأجر لكنه يريد أيضا أن يذكره الناس، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء. فأعاد 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. إذن على الإنسان أن يحرص في عمله أن يكون لله خالصا. كثير من الناس لا ينتبه، يصلي في بيته صلاة عادية، لكنه إذا كان أمام الناس وينظرون إليه الناس تراه يحسن من هذه الصلاة، يحسن ركوعها وسجودها. لماذا؟ لأن الناس ينظرون إليه، يدخل الرياء في عمله دون أن يشعر، والرياء محبط للعمل. نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن أيها الأخوة، الإخلاص مهم في العبادة. من أشرك بالله سبحانه وتعالى ولو بشيء بسيط في أي عمل من الأعمال، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. على خطى القرآن وحبه جئنا، من نبعه الصافي طهرا توضأنا، على موائده إنا تجمعنا من محكم الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لأن الله سبحانه وتعالى فعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فلا معنى أن يشرك الإنسان بربه أحدا في عبادته ولو بشيء بسيط ولو بقصد بسيط. وهنا ننبه إلى تنبيه مهم، يقول أهل العلم: إن العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء. لماذا؟ لأنك إذا راقبت الناس في عملك سواء بالفعل أو بالترك تكون قد أردتهم أن ينظرون إليك. فلذلك عليك أن تعمل العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، ولا تهتم بأمر المخلوقين، مدحوك مدحوك أو ذموك ذموه، المهم أن يكون عملك في نيتك خالصا لله سبحانه وتعالى. وهناك أحوال كثيرة عند السلف الصالح يدل على إخلاصهم في العبادة لله سبحانه وتعالى. صلى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه يوما في المسجد والمسجد مليء، فقام رجل يصلي ركعتين واشتد بكاؤه، بكى بكاء شديدا وهو يصلي والمسجد مزحوم. فقال له أبو أمامة ناصحا لما انتهى ذلك الرجل من صلاته وجعل يمسح الدموع بطرف عمامته أمام الناس، قال له أبو أمامة رضي الله عنه: ما أحسن بكاءك لو كان في بيتك، ما أحسن بكاءك لو كان في بيتك. وقال رجل أيضا لتميم الداري رضي الله عنه:
ما صلاتك بالليل؟ كم تصلي بالليل؟ كيف تصلي بالليل؟ ما صلاتك بالليل؟ فقال له بعد أن غضب عليه غضبا شديدا: والله لركعة أصليها في جوف الليل في سر أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أقصه على الناس. قرآننا هدي مدى الأزمان، هيا معا لنفهم الأزمان.